الأعشاب المرت متذكرين مرارة عبوديتنا قبل أن يحررنا الرب. الآن لنأكل حمل الفصح ولنشرب خمر البركة مهللين ومرتلين أناشيد الشكر. Thank you.
لقد ذهبنا باكرا إلى القبر باكرا ومعنا الحنوط، وجدنا الحجر قد أحرج، ثم دخلنا القبر فلم نجد جثمان ربي يسوع، كما أن الحراس قد اختفوا. عليهما ثياب براقة، قال لنا لماذا تبحثن عن الحي بين الأموات؟ إنه ليس هاهنا بل قام. يجب على ابن الإنسان أن يسلم إلى أيدي الخاطئين ثم يقوم في اليوم الثالث، وها نحن الآن في اليوم الثالث لموته. فقال توما: كفى، ما هذا الكلام؟ قام اليوم الثالث وهل الميت يقوم؟ وقد رأيته بعيني معلقاً على الصليب، مطعوناً بحربة في جنبه، موضوعاً في قبر لا حراك فيه، وقد ختم بابه بحجر كبير، وشلة من الجند تحرس المكان. إن قيامته لضرب من الجنون. فقالت المجدلية: لقد رأيت المعلم وكلمني، لقد قام، لقد قام. فقال توما: كفى، نحن كلنا تلقينا صدمة موته الشنيع، فهذا لا يعني أن الذي نراه هو حقيقة وواقع، إن كل هذا هو ضرب من الهلوسة وفعل الخيال. لقد مات أيتها المجدلية، والعالم كله ختم قبره بالأختام. كلا يا توما، إن الرب قام حقا، وأنا سمعت صوته بينما أنا أبحث عنه في البستان. بعد أن وجدت القبر فارغا رأيته وقد نمته البستان، فقال لي: لماذا تبكين أيتها المرأة وعمن تبحثين؟ أجبته: أيها البستان، إذا كنت أنت قد ذهبت به فقل لي أين وضعته وأنا أخذه. عندها قال لي: عرفته من صوته، فالتفت وقلت له: ربوني يا معلم،
الأموات من بين الأموات. إن موسى قد سبق فرسم هذا اليوم سريا بقوله وبارك يوم السابع لأن هذا هو يوم السبت المبارك والراحة. الذي فيه استراح ابن الله الوحي من كل لما ثبت بالجسد بواسطة سر تدبير ظاهر بالموت وعاد بواسطة القيامة إلى ما كان ومنحنا حياة أبدية بما أنه صالح وحده ومحب لي فقال يسوع ما هذا الكلام الذي تتحاوران فيه وأنتما سائران مكتئبين؟ أجاب كالب هل أنت وحدك غريب في أورشليم؟ فقال كلوبا ولم تعلم ما حدث بها في هذه الأيام؟ أجاب يسوع ما هو؟
الناصرين الذي كان رجلا نبيا ذا قوة في العمل والقول أمام الله والشعب. وكيف أسلمه رؤساؤنا اليهود وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نحسبه مبارك الآتي بسرا المزمع أن يفتدي شعبنا. ولكن مع هذا جميعه فاليوم هو اليوم الثالث لحدوث ذلك، غير أن نسوة منا قد حيرتنا. فإنهن بكرنا إلى القبر فلم يجدنا جثمانه، فرجعنا وقلنا أنهن أبصرن رجلين في رؤية ملائكة. قال فذهب بعض أصحابنا إلى القبر فوجدوا الحال على ما قالت النسوة. يا قليلي الفهم وبطئي القلب عن الإيمان بكل ما تكلم به الأنبياء، أما كان على المسيح أن يعاني تلك الآلام فيدخل في مجده؟ فقال كلوبا: آلام ومجد؟ أجاب كالب: موت عن حياة لولادة حياة أخرى؟ إن حزنكما سينقلب فرحا، إن المرأة تحزن عندما تلد لأن ساعتها حانت، فإذا وضعت الطفل لا تذكر شدتها بعد ذلك لفرحها بأن قد ولد إنسان في العالم. فأجاب كالب: أجل، إن آلام الولادة تشتهيها الأم، إذ لا يتخطى الإنسان ذاته إلا بالألم. ما من حب أعظم من هذا، وهو أن يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه. فقال كلوبا: يعني هناك فداء، أي تحب. مشاهدينا الكرام نحييكم، ننتقل مباشرة إلى الفاتيكان لنستمع إلى عظة قداسة البابا بمناسبة عيد الفصح المجيد. المسيح قام، حقا قام. مشاهدينا الكرام، لكم وقائع مباشرة من حاضرة الفاتيكان ساحة القديس بطرس بعيد الفصح المجيد 2014. قداسة البابا رح يتوجه بكلمة الفصح والمعايدة بصلاة أوربي إت أوربي. بهالأثناء عم نستمع للنشيد الإيطالي ومن ثم النشيد الفاتيكاني.
الشوكة جوكة الكارابينيري الإيطالية، عزفت النشيد الإيطالي وقبل عزفت النشيد الفاتيكاني، آلاف الحجاج المتواجدين بساحة القديس بطرس بهالنهار المبارك. قداسة البابا بيتوجه بالكلمة من الشرفة الأساسية، ومنذكر هالشرفة بيطلع عليها البابا مرتين بالسنة بعيد الميلاد وعيد الكبير. إخوتي وأخواتي بالرب يسوع، فصح مجيد ومقدس. ريسونا nella chiesa sparsa in tutto il mondo l'annuncio dell'angelo المنتشرة في العالم اجمع اعلان الملاك للنسوة. انتن لا تخفن، اعلمنا انكم تبحثون عن يسوع المصلوب، ليس هنا، انه قام. تعالوا وانصروا. questo è il culmine del Vangelo. تعالوا وانظروا إلى المكان الذي كان موضوع فيه. Gesù il crocifisso è risorto. Questo avvenimento. هذا الإنجيل البشرى السارة بامتياز. يسوع المصلوب قام. هذا الحدث هو في أساس إيماننا ورجائنا. Il cristianesimo. إن لم يقم المسيح تفتقد المسيحية قيمتها. وكل الرسالة، رسالة الكنيسة، تنتهي من التقدم، لأنها من هنا انطلقت ومن هنا تعاود الانطلاق. الرسالة التي يحملها المسيحيون إلى العالم هي يسوع الحب المتجسد، مات على الصليب من أجل خطايانا، ولكن الآب السماوي أقامه وجعله سيد على الحياة والموت. في يسوع الحب انتصر على الحقد، الرحمة على الخطيئة، الخير على الشر، الحقيقة على الكذب، الحياة على الموت. لأجل هذا نقول للجميع، تعالوا وانظروا في كل حالة بشرية موسومة بالضعف والخطيئة والموت. فالبشرى السارة ليست فقط كلمات، ولكن شهادة حب مجاني ومخلص، الخروج من الذات والسير إلى لقاء الآخر، ونبقى بجانب من جرح من الحياة، ونتقاسم مع المعوزين الحاجات الضرورية، ونبقى إلى جانب من هو مريض ومسن ومهمش. تعالوا وانصروا. الحب أقوى، الحب يعطي الحياة، الحب يزهر في الصحراء. بهذه الغبطة الثابتة من القلب نتوجه إليك أيها المسيح القائم، ساعدنا أن نبحث عنك حتى نجدك كلنا. نعلم أن لدينا آب، ولا نشعر أننا يتامى، وأننا باستطاعتنا أن نحبه ونكرمه. أعطنا أن نسد عوز الجائعين المتزايدة بالصراعات الهائلة ونحن في بعض الوقت مشاركين فيها. أعطنا أن نحمي الضعيف، بالأخص الأطفال والنساء والشيوخ، وهم أيضا عرضة للتهميش. أعطنا يا رب أن نساعد إخوتنا المصابون في غينيا كوناكري وفي سيرا ليوني وليبيريا، وهم يعانون من الأمراض المستعصية.
consola quante oggi non possono celebrare la Pasqua. تحنن يا رب على من لا يستطيع الاحتفال بعيد الفصح مع أهله وأعزائه بسبب عدم وجود العدالة مع العديد من الأشخاص والكهنة والعلمانيين المنتشرين في العالم وهم مضطهدون. قوي يا رب من ترك أرضه وهجر حتى يحصل على مستقبل أفضل ويعيش حياة محترمة ويستطيع التعبير عن إيمانه بحرية. نصلي لك يا يسوع الممجد لتوقف كل حرب وكل الصعاب كبيرة كانت أو صغيرة قديمة أو جديدة. نتوسل إليك بطريقة خاصة من أجل سوريا، سوريا المحبوبة، ومن أجل الذين يتألمون من نتائج الصراع ليستطيعوا الحصول على المساعدات الإنسانية والجهات المتصارعة أن لا يستعملوا القوة التي تزرع الموت وبالأخص من أجل الشعوب في الداخل أن يتسمعوا إلى الحوار حوار السلام المنتظر منذ وقت. أيها الرب يسوع الممجد نطلب منك أن تقوي وتساعد ضحايا العنف في العراق، الرجاء المطلوب أيضا من الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين. نطلب منك أن تقف وتوقف المنازعات من دول وسط أفريقيا ويتوقف الإرهاب في بعض المناطق المتعددة في العالم ومنها نيجيريا والعنف في جنوب السودان. نطلب إلى النفوس في فنزويلا للمصالحة والاتفاق الأخوي ومن أجل القيامة التي نحتفل فيها اليوم في الكنيسة حسب الرزنامة رزنامة جوليانو. نصلي من أجل إنارة مبادرات سلام في أوكرانيا ولكل الفئات المتنازعة. نصغي وتصغي إلى المجتمع الدولي ليمتنع كل عمل إرهاب ويبنى البلد في حلول المستقبل القريب بالتصالح. وحتى أن يعلنوا المسيح قام. من أجل كل شعوب الأرض نصلي يا رب أنت من انتصرت على الموت، أعطنا الحياة، أعطنا السلام. يسوع قام، تعالوا وانصروا. إخوتي وأخواتي فصح مجيد. قديسة البابا أنهى الكلمة بعيد الفصح، رسالة عيد الفصح يلي وجهها ومغيب عن بيلو الشرق وخاصة سوريا والعراق والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. Il Santo Padre Francesco a tutti i fedeli presenti a quelli che ricevono la sua benedizione البابا فرانسيس رح يمنح البركة لكل الحاضرين وأيضا من خلال شاشة التلفزة وعبر الأثير ويمنح الغفران الكامل لكل الأشخاص يلي اعترفوا وصلوا وتناولوا جسد الرب بهالأسبوع. قديسة البابا أيضا بيمنح البركة، بركة المدينة والعالم. وأيضا نحن مشاهدين الـ MTV رح نحصل على البركة من خلال هالشاشة المباركة يلي نطلب لها دايما النجاح والتألق.
santi apostoli Petrus et Paulus. Decorum potestatis autoritate confidimus. أدسة البابا باللغة اللاتينية يمنح البركة بشفاعة القديسين المعظمين مار بطرس ومار بولس. يمنحكم الرب القائم من بين الأموات سلامه وبركته ومهلة للمصالحة مع الذات ومع الآخرين ومع الرب. Jesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae. ليغفر الرب لكم خطاياكم ويعطيكم مهلة للتوبة الصادقة والحياة المسيحية الصالحة. Et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vos omnipotens et misericors Dominus. Amen. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis. بركة الثالوث الأقدس. Et Fili. الآب والابن والروح القدس معكم. Descenda super vos. وتنزل عليكم وتبقى معكم إلى الأبد. آمين. Cari fratelli e sorelle, rinnovo il mio augurio di buona Pasqua a tutti voi giunti in questa piazza da ogni parte del mondo. إلى كل الموجودين بساحة القديس بطرس بالفاتيكان يلي إجوا من كل أنحاء العالم، وأيضا بوجه المعايدة لكل بلدان العالم من خلال شاشة التلفاز وعبر الأثير وكل وسائل الاتصال الحديثة. بطلب منكم أن تحملوا إلى عائلاتكم فرح وأعلان المسيح القائم بين الأموات. بشكر حضوركم والشهادة اللي عم تقدموها دايما بحياتكم المسيحية وإيمانكم الكبير. وأيضا بشكر الزهور يلي تقدمت لهالمناسبة يلي موجودة بالساحة. قدسة البابا أنهى المعايدة والشكر لآلاف الحجاج يلي موجودين بساحة القديس بطرس بحاضرة الفاتيكان. ومنذكر أنه قداسة البابا بتمام الساعة 10 بتوقيت روما احتفل بالذبيحة الإلهية أيضا مع المؤمنين يلي موجودين بساحة القديس بطرس. وبنهاية الاحتفال والبركة وصلاة أوربي أت أوربي، أي صلاة المدينة والعالم، مدينة روما والعالم أجمع، الكارابينيري أو الجوكة الإيطالية في السلك الجيش الإيطالي تنشد نشيد التعظيم في نهاية هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، قداسة البابا بينهي صلاة بركة المدينة والعالم بعيد الفصح
2014 بهالأحد المبارك من بعد ما أدى رسالة سلام إلى العالم كله وخاصة إلى البلدين يلي عم نشاهد فيها نزاعات وحروب ومشاكل. صلاة قديسة البابا ما أغفلت عن شرقنا المتألم وخاصة على سوريا، سوريا يلي أعطاها الصفة سوريا المحبوبة أو الحبيبة، وإضافة صلى من أجل العراق والنزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كان معكم على الترجمة والتعليق الأب إدمون رزق، الراهب الماروني المريمي. نستودعكم سلام الرب يسوع، المسيح قام من بين الأموات، المسيح قام حقا قام. بالكم مضطربين
لما ثارت الشكوك في قلوبكم؟ أنا هو بنفسي المسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم ولا عظم كما ترونني. يا تلميذ توما، هات إصبعك إلى هنا فانظر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. ربي وإلهي، ربي وإلهي، ربي وإلهي، إن الملائكة تفاوى نحو المنعم عليها، أيتها العذراء نقي استنيري.
يكسروا من أجلكم لمغفرة الخطايا. خذوا اشربوا، هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يغرق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. فليقل تعال، ومن كان عطشانا فليأتي وليستقي ماء الحياة مجانا. Oh,
إكسلنس، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، تعالوا نفرح ونسر به بهذا النشيد الملائكي الفصحي الملكي الفصحي. أتقدم بالتهاني من جميع عائلات رعية المخلص في هذا اليوبيل 125 عاماً لبناء هذه الكنيسة وهذه المدرسة هنا في منطقة الأشرفية العريقة والصامدة، إيماناً وشجاعةً وتضحيات على كل الأصعدة. أشكر للحضور المميز واللافت لصاحب السيادة القاصد الرسول السفير البابوي المونسنيور جابرييل كاشيا، وأصحاب السيادة المطارنة الأجلاء، وأصحاب المعالي والسعادة، وأخص بالشكر جوقة جامعة السيدة الويزي وعلى رأسها الأب الحبيب خليل الرحمي، ومع جوقة السيدة الويزي، ومعه ومن خلالها الرهبانية المارونية المريمية ممثلة بشخص رئيسها العام الأباتي بطرس طرباي، ممثلا بالأب المدبر جوزيف أبي عون. وأشكر باسم الرعية كل الذين ساهموا من أبناء الرعية بكرم وسخاء مادي ومعنوي لإنجاح هذا الكونشيرتو الفصحي الرائع، طالبا من المخلص أن يعوض عليهم بدل الواحدة 30 و60 و100 ويحفظهم مع عيالهم من كل أذية. شكرا العميق لمؤسسة الام تي في التي تنقل على أثير شاشاتها الأرضية والفضائية هذا الحدث الموسيقي والديني الفريد، وهو الأول من نوعه ينشد ويعزف باللغة العربية، مؤكدين بذلك للعالم أجمع أن لبنان هو حقيقة إبداعية وحضارية، وهو بلد الرسالة والانفتاح شرقاً وغرباً، ومؤكدين للملأ بأننا شعب يحب بل يعيش حضارة المحبة والحوار والتعايش والانفتاح والإلفة، عملاً بكلمة المخلص القائل: إني أتيت لأخلص العالم ولا لأدين العالم. شكراً لكم جميعاً، وأذكركم بأن لقاءنا المقبل في إطار هذا اليوبيل يتجدد معكم مساء الاثنين الواقع فيه 30 نيسان 2012، مع جوقة شبيبة المخلص جون الساعة 7 مساءً في هذه الكنيسة بالذات، وبرعاية صاحب الغبطة أبينا البطريرك غوريغوريوس لحام. المسيح قام، حقا قام.